السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف حالك؟ اسمه لي أعرفكم على نفسي. اسمي نور ألا زليكة بنت محمد سمري، عمري 23 سنة. تنادونني أليا. ولد في الدمون في التاريخ 26 مايو 2000 ميلادية. أنا من ترنجانو ماليزيا. أنا عزيبة. أنا طالبة في جامعة ماليزيا بالترنجانو. أنا أدرس في كلية أدرسة البحرية وعلوم البحر. أذهب إلى كليتي كل يوم. في كليتي أقابل الأصدقاء. هم أيضا يدرسون في الكليات أدرسة البحرية والعلوم البحر. أنا أيضا أدرس اللغات العربية في الجامعات ساكن الطلبة. أنا أسكن في بيت الطلبة. في السكن 5 طوابق. أنا أسكن في الطباخ الثاني. في طباخ أدي محلة للبيع. وفي الطباخ الأول مصلى لأداء صلاة الجميع، ولكني أفضل أن أصلي في مسجد الجامعة. هوايتي الغناء والقراءة. عملي الطبيبة. عندي أسرة تتكون من الأب والأم والأخ الكبير والأخت الكبيرة والأخ الصغيران وأختي الصغيرة. أبي اسمه زمري، هم عميل، وعمره 53 سنة. أمي اسمها عزيمة، هي خادم، وعمره 48 سنة. وأخي كبير اسمه زريف، هو عامل وعمره 27 سنة. الأخت الكبيرة اسمها عفيفة، هي خادم وعمره 25 سنة. وأخي الصغير اسمه عليف، هو باين وعمره 19 سنة. وأخي الصغير اسمه أني، هو تلميذ في المدرسة الثانوية وعمره 15 سنة. وأخيرا أختي الصغيرة اسمها أدريانا، هي تلميذة في المدرسة الثانوية والعمر 13 سنة.